السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى المحاضرة الثانية من مقرر الأجهزة الطبية في غرف العمليات والعناية المركزة. أنا الدكتور فضل محمد أحمد الأكوع، أستاذ مساعد قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن. هذا هو الجزء الأول من المحاضرة الثانية بعنوان جهاز مضخة السوائل أو ما يسمى بجهاز الإنفيوجن بامب. أولا إن شاء الله سوف نغطي في المحاضرة استخدام وأهمية الجهاز، كيف نقوم بتشغيل الجهاز، ما هي المدخلات المخرجات، ماذا يعرض الجهاز، ما هي إنظارة الجهاز. سوف نتعرف أيضا إلى مبدأ عمل الجهاز وأنواع الأجهزة، ما هي أجهزة الإنفيوجن بامب، وكذلك إلى مكونات الجهاز. وسوف نقارن بعض الموديلات لبعض الشركات المصنعة بحسب منظمة إكري أو حسب ما تعلمنا في المحاضرة الأولى، ما تسمى بالـ HPCS Health Product Healthcare Product Comparison System. سوف نتحدث أيضا عن العطالة الشائعة لبعض الأجهزة والصيانة الدورية وكيف نضمن أداء الجهاز بشكل سليم. أولا استخدام الجهاز، أولا أنه في بعض الأحيان نحتاج إلى إدخال بعض السوائل إلى جسم المريض، ذلك عن طريق ما يسمى بالـ IV set. هذه يسمى الـ IV set، عبارة عن تيوب يستخدم لإدخال المحلول إلى جسم المريض عن طريق الوريد. نقوم بإدخال السائل هذا عن طريق ضبط كم نريد الحجم المراد إدخاله في كم الوقت المراد أن نقوم بإدخال ذلك السائل، فلذلك نسمي هذا volume infused، يعني الفوليوم الذي نريد إدخاله إلى جسم المريض، وهذا time المراد إدخاله أو time المراد أن يتم إدخال السائل في ذلك الوقت. مثلا هنا 100 مايكرو لتر بير أور، فلو كان لدي 100 مايكرو لتر، حجم 100 مايكرو لتر، وضبطها الفلوريد أو معدل التدفق على 100 مايكرو لتر بير أور، سوف أضمن أنه بعد ساعة مباشرة أن يخلص أو أن ينفذ المحلول من عندي وأن يدخل كل المحلول إلى جسم المريض. لكن السؤال أنه في أغلب الأحوال لن توفر الطريقة اليدوية الدقة والكفاءة في ضبط معدل التدفق المطلوب. عندما أضبط يدويا معدل التدفق فلن أستطيع أن أضبطها بطريقة صحيحة أو بطريقة بكفاءة عالية. في بعض الأحيان الشيء المهم الذي لازم أن نعرفه هو الشيء الذي نضبطه هو الريت أو معدل التدفق، يسمى هو عبارة عن الحجم مقسوم على التايم. مثلا هنا لو كان التايم بالأورز فضبطته إلى ساعة واحدة والحجم المراد إدخاله هو 500 مليلتر، فإن الريت سوف يكون 500 مليلتر بير أور. معدل التدفق الذي تحدثنا عنه هو يختلف من مريض لآخر حسب قرار الطبيب المعالج. مثلا في الشكل الذي أمامنا الآن تروا أنه مثلا في مريض بالهارت ديزيز، يعني أمراض القلب، تجد أنه معدل التدفق مثلا هيكون أقل من 1 مليلتر بير أور، وهذا مستحيل أن تستطيع أن تضبطه يدويا. هنا تجد مثلا مختلف معدل التدفق من مريض إلى آخر حسب قرار الطبيب المعالج. إذن نتجه إلى الطريقة الأوتوماتيكية لإدخال السوائل إلى جسم المريض عن طريق جهاز يسمى بالإنفيوجن بامب. الجهاز فائدته أولا أنه يستخدم في تزويد المريض بالسوائل، المحاليل، الأدوية بدقة عالية ولفترات طويلة. إذن عندما ممكن الجهاز يكون متصل بالمريض خصوصا في العيان المركزة، ويكون متصل بالمريض لمدة مثلا 24 ساعة وهو ما زال يضخ السوائل إلى جسم المريض. الثانية أنه يقلل من الخطأ البشري. هنا الخطأ البشري معناته أنه الآن لا تحتاج مراقبة للمريض بشكل مستمر كما لو كان، يعني الآن هيعطيك إنذارات متتالية إذا حصلت أي مشكلة عند المريض، ولن تحتاج إلى أن توظف ممرض حتى يراقب حالة المريض يعني بشكل مستمر. آمن فلا يسمح بمرور فقاعات الهواء إلى المريض. إذا كان السائل يحتوي على هواء فلن يقوم بإدخال ذلك الهواء إلى المريض. ينبه الممرض عندما ينفذ المحلول أو الدواء. أيضا إمكانية تخزين بيانات المريض فيسمح بتتبع أي خطأ حصل أثناء عمل الجهاز.
أستطيع أن أخزن الفلوريت أو معدل التدفق الداخلي إلى جسم المريض خلال الساعات الأخيرة مثلا قبل وفاته، فأستطيع أعرف ما سبب وفاة المريض إذا كانت ناتجة عن معدل التدفق أو عن الدواء، هل أخذ جرعة زيادة من الدواء أثناء قبل موته مثلا. يمكن توصيل الجهاز بالتحكم المركزي للإنذارات أو ما يسمى بالنيرس كول سيستم. تستطيع الجهاز أن ينذرك إذا حصلت أي مصيبة أي مشكلة أثناء عمل الجهاز. أيضا الدقة في الحجم المدخل عالي جدا، يعني الآن نستطيع أن نصل إلى دقة عالية جدا عن طريق الجهاز. كيف يتم استخدام الجهاز؟ ببساطة نقوم بفتح الجهاز من بهذا الشكل حتى يكون بهذا الشكل. نقوم بإدخال الاي في سيت أو ما سميناه بالأنبوب. الأنبوب سوف يدخل إلى داخل الجهاز. هذا الجزء الذي سوف نتكلم عليه فيما بعد هو الذي يقوم بعملية تحريك السائل إلى جسم المريض. هذا الجزء هنا ما يسمى بالإير سنسور، يكتشف إذا كان هناك أي فقاعة هواء. وهذا الجزء الفري فلو كلامب لا يسمح بمرور أي سائل إلى جسم المريض إذا كانت المكنة لا تعمل، لأنه كما تعرفوا أنه الكونتينر أو الريزرفاير أو الوعاء الحامل للمحلول ممكن عن طريق الجرافيتي أو عن طريق الجاذبية الأرضية أن يخرج بعض المحلول إلى جسم المريض، وهذا لا أسمح به. هنا مدخلات معينة سوف أقوم إدخالها، وهو الفلوريد، كم أريد أن أدخل الفلوريد أو كم الفلو المسموح الذي أريد أن أضبط عليه الجهاز. يوجد لدي يعني فانكشن آخر، مثلا ممكن هنا أقوم بإطفاء الألارم أو التنبيه في هولد، ممكن أني أقوم بإيقاف الجهاز، أعمل بيوز للجهاز يقف. أشياء كثيرة جدا في الجهاز، يعني في أوبشن كثير إن شاء الله كما سوف نتعرف في باقي المحاضرة. كيف يعمل الجهاز؟ ما هي الخلفية النظرية لعمل الجهاز؟ الخلفية النظرية لعمل الجهاز أنه إذا أردت أن تضبط الفلوريت فما عليك إلا أن تحدث فرق في الضغط وتقسمه على المقاومة. الآن السائل الذي سوف يمر من هنا إلى جسم المريض سوف يلقى معوقة. المعوقة إما أن تكون نتيجة للتيوب هذه أو نتيجة للكاثيتر أو نتيجة للإبرة أو نتيجة لجسم المريض، هذه كلها معوقة. إذا أردت أن تمرر ذلك السائل إلى جسم المريض ما عليك إلا أن تحدث فرق في الضغط، فرق هنا ماينس الفرق الضغط الذي هنا مقسوم على مقدار المعوقة. هنا لو المعوقة ازدادت بشكل كبير فإنه حتى أحافظ على نفس معدل التدفق فلا بد أنني أزود ماذا؟ أزود الضغط. إذن طيب الآن لو وضعت المحلول ذلك المحلول على بعد مسافة 100 سنتيمتر أو على مسافة 100 متر من المكان الإدخال إليه السائل أو إذا فإنه سوف يولد ضغط مقداره 75 مليمتر زئبقي. لكن للأسف 75 مليمتر زئبقي في بعض الأحيان غير كافية لإدخال السائل إلى جسم المريض، فلذلك نحتاج إلى ما يسمى بالبامب أو إلى المضخة التي سوف تولد ضغط مقداره ما يتراوح ما بين 100 مليمتر زئبقي و 500 مليمتر زئبقي. طيب الآن إذا لو تخيلنا الآن أنه حصل انسداد في حين مرور السائل إلى جسم المريض، ما هو المفترض أن المكنة تعمل أو الانفيجن بومب؟ يقوم بزيادة الضغط إلى حد معين، الحد هذا المسموح به هو 500 ملي متر زئبقي. لا يمكن أن تؤمن المكنة أو الماشين، لا يمكن أن تؤمن لضغط أعلى من 500 مليمتر زئبقي، لأنه إذا ازداد الضغط عن هذه القيمة سوف يحصل مثلا انفجار في الوريد للمريض. طيب هذه هي القيم التي يؤمنها الجهاز. مثلا يؤمن أقل ضغط يؤمنه الجهاز هو 100 مثلا 100 مليمتر زئبقي، أعلى ضغط يؤمن الجهاز مثلا 500 مليمتر زئبقي.
في بعض الأجهزة تستخدم وحدات قياس المليمتر الزئبقي، في بعض الأجهزة الباوند سكوير إنش، بعض الأجهزة كيلو باسكال. قد تحتاج إلى بعض الأحيان إلى تحويل من وحدة إلى أخرى، لأنك يعني حسب تصنيع الجهاز، حسب الوحدة التي مستخدم بها الجهاز، أو ممكن تضبط الجهاز في إعداداته وتستخدم وحدة قياس مختلفة، أو أنت مثلا تفضلها. الآن لو رأينا مع بعض، إذن واحد من الأجزاء المهمة في الجهاز ما يسمى بالبريجر ترانسديوسر أو حساس الضغط. حساس الضغط جزء مهم جدا في الجهاز، ويعتمد وتعتمد الأكيورسي في الجهاز على هذا الحساس. لماذا؟ لأنه في حالة زيادة الضغط عند حد معين يجب أن يصدر الجهاز إنذارا لتنبيه المستخدم أن هناك شيء غير طبيعي يعيق مرور المحلول، مثل تخثر دم المريض. إذا حصل هذا الشيء لابد أن يطلق الجهاز إنذارا يسمى الأوكلوجين ألارم، أو يسمى بإنذار الإنسداد، أنه أن الجهاز غير قادر على إدخال السوائل إلى جسم المريض بسبب أنه هناك إعاقة لمرور السائل إلى جسم المريض بسبب تخثر الدم في الوريد. سوف نعرف كيف نحل هذا المشكلة مستقبلا، ما يسمى بالكيب فين أوبن، الكي في أو. سوف نتكلم عليه إن شاء الله لاحقا، أنه خاصية موجودة في الإنفيجن بوب، أنه يقوم بإدخال سائل مستمر إلى الوريد بمعدل تدفق ضئيل جدا حتى لا يسمح بتخثر السائل، لا تخثر الدم في الممر الذي يمر فيه السائل. إذن الأوكلوجين ألارم ما هو إلا إنذار يطلقه الجهاز عند وقوع انسداد في مجرى السائل. أجهزة السيرنج بامب تؤمن معدل تدفق ضئيل جدا، والأكيوريسي أو الدقة فيها عالية جدا، بينما الفولومتريك بامب نجد أنها معدل تدفق فيها عالي والأكيوريسي فيها أقل من السيرنج بامب. هذا فرق، يعني يعطيني فرق ما بين الأجهزة هذه. يوجد مزايا برمجية كثيرة جدا في الأجهزة الحديثة، مثلا لو كان الممرضة لا تريد أن تقسم الفوليوم على التايم، فالجهاز ممكن أن يضبط أن المستخدم الجهاز يدخل كم مقدار الفوليوم المطلوب إدخاله إلى جسم المريض، وكم الزمن المطلوب إدخاله، والجهاز يقوم بحساب الفلوريد. طيب، أول جزء وهو ما يسمى بالبريستالتيك بامب هو الجزء الروتري، يعني أنه البامب تتحرك في روتيشن. فكرة العمل بسيطة جدا، في ما يسمى لدي بالرولر أو ما يسمى بالبكرة، وهنا ما يسمى بالهب. تقوم تلك البكرات بالحركة بشكل دائري لتقوم بالضغط على الاي في سيت او ما سمناه بالتيوب الذي سوف يمر السائل بهذا الشكل. هناك شكل فيديو يوضح مرور عمل الروتري بريستالتيك بامب كما تروا في الصورة. ترونه يقوم الرولر هذه او البكرة بالضغط على الاي في سيت، والذي يقوم بدفع السائل بهذا الاتجاه، يعني اتجاه السائل، اتجاه البكرات، هل يمر من اليمين عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة، والذي سوف يوضح سوف يوضح اتجاه السائل من وإلى المريض. ننتقل، ممكن تكون الحركة ليست روتري يعني في روتيشن، وإنما تكون لينير أو خطية. فهذا هو الاي في سيت أو المحلول. كيف تستطيع أن تضغط على المحلول بشكل لينير هذه البكرات الذي شفناها قبل شوي في الروتري بريستاتيك بامب؟ بعض البكرات تنزل إلى تحت لتضغط على السائل، بعض البكرات تطلع إلى فوق، يعني حركة مثل عمود الكرانك في السيارة. يعني كيف نؤمن هذه الحركة؟ انظر هنا أمامي، هنا يوجد موتور سوف نتكلم عليه باستهاب. هذا الموتور
هو من نوع خطوي أو يسمى بالستيبر موتور، وهو عبارة عن موتور يتحرك على شكل خطوات معينة، تنتقل الحركة إلى الجير بوكس، ثم يوجد لدي عمود الكرانك. عمود الكرانك معمول بهذا الشكل الذي سوف يضغط على ما يسمى بالفلاورز أو التوابع، الذي سوف تقوم بالضغط على الاي في سيت لمرور السائل من هنا وإخراجه من هنا. حركة ميكانيكية أكثر مما هي حركة إلكترونية. آخر جزء أو قبل الأخير ويسمى بالكاسيت بامب، كما تروا الآن هذا هو الجزء الذي سوف يستقبل السائل من المريض. هنا ما يسمى بالفالف أو بالصمام. هنا يوجد لدي ما يسمى بالكرانك. الكرانك أو يقوم بسحب البستون أو الأسطوانة، يقوم بسحبه إلى تحت، فيقوم بشفط السائل إلى داخل الكاسيت سيلندر. عند اتجاه البستون باتجاه عكس الاتجاه السابق، سوف يقوم بدفع ذلك السائل إلى داخل المريض. إذن عملية سهلة جدا، نفس قريبا من العملية السابقة. يوجد لدي أيضا موتور وجير بوكس تقوم بنقل الحركة إلى الكرانك ومن ثم إلى البستون وإلى الكاسيت بادي. ممكن أن نفهم عمل الكاسيت بامب عن طريق أن احنا نرى فيديو مع بعض الآتي. تروا أمامكم أنه يوجد لدي هنا ما يسمى هنا الحركة في حد ذاتها تسبب طلوع ونزول البستون عند سحبه إلى كما ترى عند سحب البستون إلى تحت وإلى فوق، يقوم بعملية شفط للسوائل وإعطاها عند طلوع البستون مرة أخرى إلى فوق. هذه نظرية عمل الكاسيت بامب يعني في كل سؤال. آخر جزء هو السيرنج بامب، يسمى بالسيرنج بامب. كما سمي سيرنج لأنه كما تروا أمامكم هذه سيرنج، نستطيع أن ننقل الحركة إلى السيرنج، نقوم بدفع السيرنج ببطء لكي نقوم بدفع السائل الموجود هنا إلى المريض عن طريق هنا ما يسمى بالجير بوكس أيضا، وهنا الموتور. إذا تحرك الموتور يقوم بدفع الليد سكرو بدفعها ناحية الموتور فيتحرك بهذا الاتجاه، فنقوم بدفع السيرنج بامب إلى البيشنت. طبعا نستطيع تحقيق هنا فلوريت أو معدل تدفق صغير جدا والأكوريسي عالية جدا، لكن الفوليوم الذي يؤمن لي السيرنج أو الحجم الذي أستطيع ضخه إلى جسم المريض بحجم السيرنج. فإذا احتجت مثلا حجم أكثر لابد أنني أقوم بإخراج السيرنج وتعبئتها مرة أخرى وإدخالها إلى الجهاز وضخه إلى جسم المريض. إذن السيرنج بامب يستطيع تأمين معدل تدفق ضئيل جدا وبدقة عالية جدا. شكرا لمتابعتكم، إن شاء الله نستكمل في المحاضرات السابقة إن شاء الله في اللاحقة.